كتير منكم زعل انه الدرس ده انا فكيته وكده اهدار وخامات وكده، يعني الجمال ده كله يتفك، واكيد في وجهات نظر مختلفة. تعالوا اقول لكم وجهة نظري ويلا بينا نبتدي. السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بألف خير. هقول لكم النهاردة، اولا انا ما كانش ليا مزاج اشتغل خالص بصراحة فترة طويلة، فمتأسفة على الانقطاع، بس هنبتدي وهوريكم حاجات كده مختلفة وهتشوفوا كريستال بشكل غير شوية. فيلا بينا. اولا الحاجات اللي انا بجيبها ثريفت بجيبها، بس هي مش بتبقى اوفر في السعر، فعادي جدا ان انا اخد حاجة هي وزنها مثلا كدرس نص كيلو استغله واعمله مثلا بلوفر رجالي او حاجة حريمي او حاجة اطفالي، لانه الدرس مش مناسب ليا. انا طولي حوالي 170 سنتي، ف الدرس لما يجيني لحد بعد ركبتي بحاجة بسيطة ده بالنسبة لي مش حاجة جميلة. انا محجبة، فمش هينفع ان انا اشتري حاجة والبسها بالقصر ده، حتى لو هي على بوت الكلام من ده، انا مش طريقتي خالص الموضوع ده. كما انه موبر، الوبر مش بيبان في الكاميرا بالشكل ده، كله مش بيبان في الكاميرا، الكاميرا بتحل يا جماعة برضو شوية، تمام؟ خدته وفكيته واللون تحفة، الخامة ملهاش حل، هو منتج مصري 100%. ودي كمان حاجة بهرتني جدا، اسلوب التقفيل والدرس ومعمول بالشياكة والاناقة دي فظيع. في حاجات تانية هنفكها زي الخيط اللي انتوا شايفينه ده، بقى لونه بني وتحفة كده وسميك، هعمل منه قطعة حريمي لانه طبعا كان صغير قوي ومقطع، فهعمل منه قطعة حريمي تحفة، تمام؟ طبعا هاتوا نسكافيه او اي حاجة تشربوها وركزوا معايا في الفيديو ده، لانه هنتبسط مع بعض وهتشوفوا حاجات مختلفة خالص. يعني الخيط بتاعه كان حلو قوي، عملت برضو فكيت حاجات تانية كتير وبفك حاجات كتير سواء انا اشتغلتها او جبتها بتاع مصنع. ولا اكتر حاجة علمتني يمكن بالنسبة لكم لغز ان انا اتعلمت والحاجات دي، اكتر حاجة علمتني هي الحاجات الثريفت ازاي بتتفك، فهي اصلا ازاي بتتبني، فانت فكيتي الحاجة فهمتي شوية هي ماشية ازاي، تمام؟ فهوريكم حاجات ثريفت لو انتوا حابين تاخدوا منها تشتروها، اوكي؟ ما عنديش اي مشكلة، هعرضها، واللي عايز حاجة يقول لي عليها وانا ايه هبعتها له يعني، اوكي؟ اول حاجة القماشة دي، طبعا كل ده بجيبه من الثريفت، الثريفت بتاع المحافظات بشوية بيكون مختلف عن ثريفت الوكالة، تمام؟ قطعة قماش كده طويلة حوالي متر في عرض، برضو متر او اكتر، حوالي متر ونص او اكتر، تمام؟ الخامة خامة تيشيرت، اللون تركواز، لونها حلو قوي، اوكي؟ طبعا يعني دي حتى لو عملتيها كيس مخدة زي الفل، شكلها حلو ولذيذة وتقدري تعملي منها اي حاجة، فليه لا. جبت كمان الجاكيت ده، طبعا ده جاكيت اطفالي طبعا طول كده، او يعني ممكن يناسب سن محير، اوكي؟ بس هو بايظ، يعني مكان السوستة مكان الزراير فيه زي حاجة هنا بسيطة كده شبه الحرق، تمام؟ بس في برضو الستيكرز دي سامتا وكلام من ده، يعني تقدروا ان انتوا لو عندكم حد حابين تعملوا له جيفت كويس فممكن ان انتوا تحطوا الحاجات دي معاه، اوكي؟ في قطع فرو خفيفة، وهو نفسه قماشته شبيهة شوية بالفرو بس مش كتير، تمام؟ فانا هاخده اعيد تدويره في حاجة تانية، بس زي ما انتوا شايفين شكله كيوت والخامة بتاعته حلوة. طبعا مش كل حاجات انا بشتريها، في حاجات اخواتي بيشتروها وانا بستخدمها برضو، فمش مشكلة خالص. الكولا دي بصوا الفرو اللي فيها تحفة، طبعا بستخدمه في الاكاليك في حاجات كده، فهي ايه اهو بيكون شكله بالاسلوب ده. الزراير تتاخد تتعاد تدويرها، انتوا عارفين اصلا الزرار ممكن يكون بتمن القطعة، السوستة الحاجات دي كلها، فانا هعيد تدويرها في حاجة مختلفة. طبعا لو حد عايزه، يعني كل اللي انا بتكلم عليه ده لو حد عايزه في خلال اسبوع يعني يقولي ان هو عايزه وانا هحجزه له، اوكي؟ الجيبة دي تحفة فنية يا بنات، لونها بني كتانة كده مفيهاش اي عيب ولا اي حاجة، هي صنعة في مصر، تمام؟ كيوت قوي خامتها، التقفيل بتاعها تمام، حلوة وطويلة، في تفاصيل من الجناب، طبعا مش هينفع ان انا البسها لان هي مش على مقاسي اصلا، شيك قوي، ويا ريتها كانت على مقاسي كنت خدتها على طول.
ما فيهاش اي حاجه، ما فيهاش اي غلطه، وحلوه قوي. فبرضه لو حد عايزها يقول لي قبلها. تمام. طبعا الحاجات دي مش هتفضل متاحه كتير، لان انا بعمل اعاده تدوير للسريفت وبعمل منه توتي باج وحاجات من دي. هبقى اسيب لكم اللينك لو انتم حابين تشتروا الحاجات دي بعد طبعا ما يكون منتج، ولكن لو انتم عايزينها حاليا عادي جدا كلموني وانا هبعتها لكم زي ما قلت لكم من قبل. طبعا حلوه قوي، واللون البني الجميل ده لما يبهت يبقى شكله حلو، لو هو غامق مش مشكله خالص. ف وصناعه مصري كمان، ومش عايزه حد يضحك، ولكن دي تاني قطعه اجيبها من السريف. جلابيه قديمه طبعا، برضو قصيره جدا بالنسبه لي، طبعا مش بلبس الجلابيه عامه او العبايه، بس كيوت قوي. هاخدها اقصها واعملها قطعه تانية اعاده تدوير، حلوه قوي. طبعا دي مش هينفع حد ياخدها لسبب بسيط، فيها بعض العيوب، ولكن هتشوفوا انا ازاي هعملها اعاده تدوير وهلبسها تبقى شكلها كيوت قوي. طبعا هي اللون الكحلي مع اللون التركواز او الفيروزي، وتلوينه نادره شويه. البنطلون اهو طبعا كبير قوي كمقاس، وبرده صناعه مصري. اللون بتاعه كافيه كده بس مش غامق قوي. تمام. العيب اللي فيه اللي هو فيه الخرم ده، خرم سيجاره او حاجه. تمام. ودي كمان جيب جانبي، بس السوسته بتاعته مش متظبطه يعني، فعادي السوسته تتغير لو هو حد عايزه برضه يقول لي عليه. الحاجات دي كلها اسعارها بسيطه جدا، لانه هي اصلا كنت شاريها مش غاليه. ودي برضه جلابيه بنص كده، وطبعا حجمها ضخم قوي. تمام. نص كم. الخامة بتاعتها طرية جدا وناعمة قوي بصراحة، فممكن تاخديها تعملي لها اعادة تدوير، او لو في حد عندك في البيت بيلبس الستايل ده اهو، ناعمة قوي. والمقلمات دي من النادر ان انت تلاقيها اصلا، يعني مبقتش متوفرة جدا. لو لقيتيها تلاقيها فيها بوليستر كتير، ولكن دي البوليستر اللي فيها قليل قوي وناعمة جدا. التقليمه بتاعتها حلوه، تتعمل باج، تتعمل اكياس مخدات، تتعمل جيبه في ستايل الجيب اللي انتوا شايفينها دي، بتعمل من الحاجات دي، فتحفه جدا. فليه لا اهو. تمام. طبعا طويله وكبيره. تمام. يعني ممكن الكاميرا شويه يعني ظلمها، والطرحه اللي انتوا شايفينها دي طبعا فيها تفاصيل حلوه. هي الطرح من الطرح القديمة القماش عارفينها، فبرضه تصلح حاجات كتيرة مميزة كده وشكلها حلو من الديل. وخامتها مش خفيفة قوي، بس برضه يعني لو حد حابب الستايل اهو. وادي طرحة طبعا كبيرة جدا، مش عارفة دي كام متر تحديدا. الطرحة دي حوالي 2 متر، طولها حوالي 0.5 متر، والتجزيعة اللي انتوا شايفينها دي حوالي 0.5 متر. حلوة قوي اهو، وطبعا برضو فظيعة. كل ده بجيبه من السريفت. الشميز ده طبعا الجيل اللي حضر الحاجات دي عارفها، كنت اول مرة اشوفه بصراحة، ما فهمتش هو رجالي او حريمي، بس عجبني الخامة، خامته حلوة قوي ويصلح حاجات كتيرة. طبعا هيتعمل يعني حاجة مختلفة كمان، ده على الظهر مش على الوش. طبعا شكله كيوت، النقشة بتاعته مختلفة كده، وهو شوية فيه زي عيب. تمام. زي ما يكون كان واخد ضبة ومفتاح من هنا مثلا، حد ظبطه او حاجة. اوكي. عدا عن ذلك مفيش اي حاجة فيه، شكله كويس قوي. ممكن طبعا الفابريك يبقى بلوزة كات، يبقى اي حاجة تانية للي عايز برضو. والطرحة دي طرحة سودة، طبعا الطرحة مش عادية. بص الانبعاجات اللي في الطرحة دي كيوت قوي، تعمل بيها اي حاجة او تتلبس هي كده يعني، سكر صراحة تحفة، شكلها حلو. الديل سادة. تمام. يعني اطراف الديل بتاع الطرحة سادة، بس شكلها كله على بعضه اهو فظيعة. بصوا
النقشه، الحاجات دي ما عادتش بتنزل كتير في المحلات، لما بتنزل بتكون غاليه قوي فعليا. بصوا الجمال. طبعا انا هشيل لو بقيت معايا يعني ما حدش عايزها هشيل القطعه دي تمام، واعمل لها كمر منها فيها. الديل ده برضو هشيله، وهتكون جيبه كيوت قوي لاي حد عايزها او بيلبس قصير. بصوا الجمال، او ان هي ممكن تدخل حتى كده القطعه كده في الدرس، تكون هي القطعه التوب اللي في الدرس، ومن فوق من الديل كماله تكون اي حاجه دانتيلا او اي حاجه كده تكون خرافيه بصراحه. بصوا الجمال اللي فيها واللون مميزه قوي. القطعه اللي كانت مضحكه جدا بالنسبه لي بس عجبتني هي الجلابيه دي. طبعا جلابيه ريفي فلاحي، شكلها كيوت قوي. بصوا الجمال بتاعها، بصوا الانسيابيه بتاعتها. طبعا هي عاطيه على ستان، والديل بتاعها بصوا واسع درس بجد يعني، بس تحفه. بصوا الشكل عامل ازاي، التفاصيل اللي في الديل فظيعه. بصوا الجمال، معموله بشكل رهيب، ولكن طبعا هي حد يعني حجمه صغير قوي بالنسبه لي. بصوا الكتاف يعني صغيره الحاجات دي، بس انا هاخد القطعه اللي هي ديت كده تمام. حتى لو كانت جيبه هتكون تحفه. شايفين قد ايه بقى يعني مستوى الكياته في القطعه رهيبه، ونعم على فكره مش ستان عادي. شايفين ولايقه جدا مع الجنسات يعني. بصوا الجنس عليها، بصوا قد ايه شكلها كويس. انا بس بديكوا وجهات نظر قد ايه ممكن نوسع دماغنا شويه في السريفت، وهنجيب حاجات احنا يعني لو نينا في الخياطة او قعدت التدوير هتطلع حلوة. يعني الشمس والضوء برضو ظلمها، لكن هي اللون بتاعها اسود غامق ومع الالوان الوردي دي مديها منظر حلو قوي، وهو ترند الوردي بقاله كتير يعني. ودي برضو قطعة تانية تمام اهو. القطعة فيها تفاصيل الذهبي تمام، شايفين. وطبعا الكسر والحاجات اللي معموله دي يعني قماش كتير، كسر كتير يعني اكيد فيها قماش. الكميه دي كلها لما تتاخد وتتعمل اعاده تدوير، بصوا الكم لوحده عامله ازاي. يعني حبيت تعمليها شنطه، حبيت تعمليها دريس، تدخليها في دريس، تدخليها في اي قطعه هتيجي على بالك، هي شكلها حلو فاهميني. وكمان الخامه حلوه يعني، اقدر ثاني اشوف فيها بوليستر، ولكن هي خفيفه مش بتشف تمام، ودي مهمة المحجبات بالذات، وفي الوقت نفسه ناعمة. نيجي بقى للحاجات المختلفة شوية اللي انا لقيتها في السريفت، ولكن كان فترة ما بين شتاء وصيف تمام. طبعا تجميعة كبيرة قوي من الهدوم اشتريتها على مدار فترات طويلة. بصوا الجيبة دي، الجيبة دي دانتيل تمام، مبطن بستان، والستان طبعا مش الستان العادي بتاعنا يعني، الستان اللي هو السميك. بصوا مش شافف حتى اللي وراه. قطعه فيها تفاصيل حلوه قوي، الورده اللي في الدانتيل قيمه جدا طبعا، الضوء عالي فمعلش بقى كميه الكياته اللي في التفاصيل بتاعتها. وبعدين يعني دانتيل وعليه ورد، يعني الشبكه بتاعتها عليها ورد. بصوا شايفين الشكل، بصوا عامله ازاي، حلوه قوي وما فيهاش اي غلطه فعليا يعني. اللي بيلبس قصير بقى براحته يعني، بس هي اهي. بصوا شكلها حلو قوي برضه، لو حد عايزها يكلمني. غير كده انا واخداها على اساس ان انا هدخلها في حاجه معينه عندي هعملها، بس ما عنديش مشكله خالص من المشاركه. اللي عايز اي قطعه من القطع اللي شافها دي يكلمني وانا هبعتها له على طول. قطعه الطرحه دي طبعا ايام ما كانت بتتعمل موضه الكيمون والكلام من ده، طبعا واحده عشان في حد قصصها وعمل لها اكمام وقفلها وكده، بس انا عجباني الخامه بتاعت الطرحه والالوان. الوان غامقه كئيبه، بس لما معموله مع بعضها وفي ميكس كده مديها رونق مختلف. طرحه بطانه من الطرح اللي هي القديمه دي باللون ده. طبعا الحاجات دي مش اوفر في سعرها فعادي. القمر ده بقى بصوا كمية الكياتة اللي في القطعة رهيبة، مفهوش أي تمثيل، مفهوش أي حاجة بايظة غير الحتة دي، التمثيلة الصغننة دي بس.
شوفوا بقى الجمال. الحاجات دي اصلا ما عادش بتتوفر، كانوا زمان امهاتنا بيلبسوها شال، بيلبسوها اشارب كده فوق للخروج والكلام من ده. مامتي الله يرحمها كان عندها واحد حلو يعني، بصراحه ما زلت محتفظه بيه. بصوا الجمال، قطعه حلوه قوي بتتلبس كده، فاكرينها ولا لا؟ بس في فيكم اللي بيتابعني من الجيل ده اساسا يعني، قولوا لهم في التعليقات اللبس ده كان عامل ازاي. حلوه قوي القطعه ومميزه كده، فكرني بايام زمان للامانه يعني. بصوا الجمال، فبرضه ممكن اخدها اعملها اي حاجه يعني، حتى لو انا مش هلبسها كده هعملها اي حاجه تانية. والقطع الطب بالنسبه لي هي القطعه دي. يا باي على الجمال، بصوا بصوا التفاصيل، حتى اللون الابيض فيه تفاصيل على فكره، فيه نقش بار يعني واضح قوي في اللون اللي هو السكري ده او البيج او الاوف وايت، عشان الجيل الجديد بيزعل من اسم السكري ده. تمام، بصوا الجمال كمان بقى. الحاجه اللي بجد تحفه وتصدم انه متقفل يدوي. ايه ده، معقوله؟ بصوا بصوا التقفيل، تقفيل السيرف معمول بشكل متقن جدا يعني، بجد شكرا للي عملته. بس بصوا التقفيل، لو طول اوريه لكل واحده منكم كده بعيد عن الكاميرا. بصوا الجمال قد ايه شغل متقن، تخيلوا حجم الاشارب مش قليل، ده حجمه كبير قوي يعني. بصوا الكاميرا مش جايباه يعني، خدوا بالكم. ده كده الظهر. بصوا بقى الوش كان بيتلبس برده كده يعني شيك قوي. بصوا شكل القطعه، طبعا اشتريت شويه طرح. والقطعه دي السكارفايا صغننه كده، عرضها كله بيبقى صغنن كده مش عشان تتلبس، هي عامه مستخدم اكسسوار في الشنط، بديل الحزام. تمام، دي الاشكال اللي هي بتشوفوها بتتحط زي على الرقبه كده زي كرافات او تاي. تمام، هي ليها استخدامات كتيره وبرضه سعرها مش غالي، والالوان بتاعتها حاجه كده تحفه. بصوا شايفين الجمال، وبرضه لو حد عايزها يكلمني. طرحه سودا، طبعا انا اخدتها بالفعل خلاص ولبستها. بصوا كبيره قوي وفيها بس الديتيلز البسيط دي من الجناب، اكيد هي دي طرحه عبايه يعني. عامه طبعا من كل جنب فيها الديتيلز ده، بس عجباني قوي وكبيره كده وعريضه. وانا عادي بلبس طرح العبايات مع الاطقم العاديه اللي هي بعيده عن العبايه، عادي جدا يعني. بصوا الطرحه دي برضو اخدتها، وبعدين هي مكشكشه كده شايفين، فهي تنفع تتلبس لوحدها، ينفع تلبس كده طرحه يعني، ينفع تبقى سكارفايا، بتدخل في حاجات كتير قوي يا بنات. هي شيك وخفيفه، بصوا كلها على بعضها كده مع الحجم ده كله تتطبق. بصوا يعني مش باينه اصلا، بس بصوا حجمها اصلا مش قليل خالص. والطرحه دي طبعا كيوت قوي، مقلمه كده وبتليق مع الجينزات، حلوه قوي مع الجينز. ممكن تلبسيها باي وضعيه بقى، طرحه تلبسيها كده طاي، تلبسيها كلون يعني. سستمت الطرح بقت بشكل مختلف كتير قوي، وخفيفة كده مش بتضايق خالص، والوانها كمان حلوة. الطرحة دي، ودي طرحة كانت موجودة طبعا، كم الشياكة اللي فيها حلوة قوي. هي ستان كده بس طبقة لمعة وطبقة باهتة، والطبقة اللمعة زي ما انتم شايفين حتى الكاميرا مش جايبة جمالها والله، هي غامقة نبيتي غامق وشكلها حلو قوي، والتقفيل بتاعها كمان جميل، ما فيهاش اي عيب ولا اي حاجه غير تقريبا ان القطعه بتاعه العلامه متشاله، ما فيش اي حاجه فيها، متظبطه قوي وطويله مش قصيره. عارفين الطرح غاليه قوي، فلما تلاقيها وبسعر رخيص فده يعني فرصه حلوه. الطرحه دي بلون شركه وي، يمكن انا كرهها عشان كده، ولكن كديتيلز حلوه براند، فما هنش عليا حتى اعملها بطانه بصراحه. هي براند وكل حاجه وفيها تفاصيلها، بس انا مش بحب، انا مش من عشاق اللون ده. في بنات كتيره بتعشق اللون ده، لو عايزينه كلموا. ودي برضه سكارفايا براند، عاطيه كده زي شكل الشطرنج او المربعات بشكل كافي غامق، وهي لونها كلها بيج. تمام، هي سكارفايا مثلثه، هي بتتلبس كده دي.
بس حلوة قوي كيوت. خامتها مش ناعمة، خامتها من الخامات اللي هي فيها خشونة بسيطة، فحلوة عجباني بصراحة، ولكن انا مش من النوعية اللي بيليق عليها اللون ده للأمانة، بيبينني مريضة. هختم معاكم بالسكارفايا الأمراية دي مانديلا، الوانها بقى ايه، الالوان البنويتي الحلوة دي، فيها طبعا شراشيب وبتاع، عاملين لها جو يعني. هي قطعة صغنونة قوي مش كبيرة، وبتتلبس طبعا البنات بيلبسوها الايام دي فوق الفرحة، بحيث يعني ما يدخلوا الوان وكده، بشغل اللي هو القديم ده. نعمة طبعا ليها وش وظهر، ولكن تحفة. بصوا التفاصيل اللي معمولة، الحاجات دي اصلا يعني اسعارها مش مبالغ فيها، لو حبيتوا تاخدوا اي حاجة منها كلموني وانا هبعتها لكم لحد عندكم. بصوا كمان قطعة كيوت قوي، ولكن طبعا مش هتلاقوا صور على الطبيعة اكتر من كده في ضوء النهار قدامكم هوت، وخلفية بيضة، فما فيش اكتر من ذلك. فمحدش يعني بعد اذنكم يطلب مني صور اكتر من الصور اللي انتوا شايفينها حاليا، تمام؟ لان كمان اسعار الحاجات دي مش مبالغ فيها، يعني مش هتلاقوا حاجات بميات يعني، لا ده اقل، اقصى قطعة مثلا هتلاقوا بمية وخمسين جنيه 100 جنيه، لكن مش هتلاقوا اكتر من كده، الا طبعا لو القطعة دي تعمل لها اعادة تدوير فهتلاقوها غالية عن كده. وبس يا حضرات، كل اللي انا كنت عايزة اقوله لكم، ان السريفت كل واحد بيبصه بشكل مختلف، وكل واحد بياخده ويستسلمه على الطريقة او الاسلوب اللي هيناسبه. اي حاجة من الحاجات اللي انتوا شفتوها دي تقدروا تاخدوها، كلموني وانا هبعتها لكم ان شاء الله. وكده فيديو النهاردة يكون خلص، رجعنا لتنزيل المحتوى على القناة وعلى الانستجرام وعلى التيك توك. عارفة كنت منقطعة فترة طويلة، ولكن رجعنا مرة تانية، وان شاء الله ينزل لكم فيديو. هحاول طبعا قطعان النور كتير، فهحاول ان يكون الفيديو مثلا كل اسبوع او اسبوعين بالكتير. وفي اثناء ذلك طبعا هتلاقوا الشورتس والحاجات دي موجودة، تقدروا تعرفوا منها افكار سريعة وبسيطة في اثناء الصيف والحر اللي احنا فيه ده. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد وحاجة جديدة نعملها مع بعض. وما تزعلوش، الصيف اللي بنبوظه بنعمله حاجة مختلفة. مع السلامة. Bye.